التظاهرة اللي أول مرة اللي غادي تدار في المغرب، دارت العام اللي فات في الفيلودروم، دوزيام إيديسيون دارت في المركز التجاري موروكومول. التظاهرة كروس كونتري إليماتوار، فيها أربعة ديال المتسابقين كيتقصاو جوج كيبقاو جوج كيتأهلوا. السيركوي فيه تقريبا 1 كيلومتر لواحد الشكل اللي هو بروفيسيونيل، فيه لي زوبستاكل، فيه لي ترومبلان، فيه لي بيراميد، فيه لي فيبراسيون ديال لي باريير، فيه لي ترومبلان، فيه إعاقة للدراج، كتبقى ديبار من سبرينت من ديبار حتى لاغيفي. هذا هو السباق، في عدد تقريبا العدد كبير تبارك الله ديال المتسابقين، جاوا من أنحاء المغرب كامل، وبالأخص المنتخب الوطني كما كنشوف معنا مصطفى النجاري، كنشوف يان المدرب التقني، كنشوف الأندية، كنشوف الكلوب كاملين، حتى الهوات. دابا عندنا نقطة واحدة هو أن الهوات ما يمكنش يلعبوا، خصو ضروري يكونوا ليسونس وداخل لواء الجامعة الملكية لسباق الدراجات. أظن بأن الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات في تطوير الأنواع ديال سباق الدراجات، كاين سباقات على الطريق اللي الآن موجودة في مدينة مراكش ثلاث مراحل، واليوم كاين الفي تي تي اللي هو الدراجات الجبليه اللي بدات كتاخذ واحد طابع خاص، حيث ان هناك المدرب الوطني الرياضي اللي كيعمل جاهد مع السي احمد الصويري باش هذه الرياضه تزيد الامام، وخاصه بان هناك فريق وطني اللي كيشارك في ليتي تون ديزير، اللي كنستعدوا باش يشارك في ليتي تون ديزير اللي غادي يكون الشهور المقبله، كذلك المشاركة في البطولة الإفريقية، ولما لا المشاركة في بطولة العالم، لأن هذه الرياضة ولات رياضة أولمبية، رياضة يعني كتحتاج كثير من الطاقات الشابة اللي غادي يمكن إن شاء الله تمثلنا مستقبلا سواء في البطولة العالمية أو في الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو إن شاء الله.